خلينا مكملين مع كأس العرب ونروح لمنتخب الأردن اللي أكد عدنان حمد المدير الفني لمنتخب الأردن إن حظوظ فريقه أقوى لحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس العرب. طبعا منتخب الأردن هيواجه نظيره منتخب فلسطين بكرة يوم الثلاث في ختام دور المجموعات بمنافسات المجموعة الثالثة. قال حمد إنه بيسعى لقيادة الأردن لتحقيق الفوز وحسم التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة السعودية والمغرب زي ما احنا عارفين. وكان معانا على التليفون دلوقتي أستاذ أدهم الشرقاوي من السعودية وقال في حالة فوز السعودية علشان تصعد لازم منتخب الأردن يتعادل مع فلسطين، فلو الأردن قدرت تعمل نتيجة إيجابية هتتأهل للأدوار القادمة. هو بيقول أنا واثق في فريقي وإن شاء الله نقدر نحقق نتيجة إيجابية. منتخب الأردن عنده 3 نقاط بيحتل المركز الثاني بعد المغرب المتصدر ب6 نقاط وبعدهم السعودية وفلسطين ولكل منهم نقطة واحدة. مجموعة شرسة جدا جدا.